يحزن القلب ويتألم إذا سمعت أن فلاناً لا يصلي، أتعجب أشد العجب، مسلم لا يصلي، مسلم لا يسجد لله، كيف تقطع صلتك بالله جل وعلا؟ العمود إذا انهدم البناء، وكذلك الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هذا الكون من حولك كله يصلي لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. فاعلم أن قدر الإسلام في قلبك بحسب اهتمامك بصلاتك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الصلوات.